السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يشيد بمناقب الراحل باظفاري ويصفه بعنوان النجاح المهني. لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراء حضرموت توافق على موازنة السنة المالية للعام الحالي. وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب يزور المكلا ويتفقد عددا من المرافق الحكومية والحيوية. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمناقب فقيد حضرموت والوطن عمر فرج باظفاري وتضحياته في سبيل بناء الوطن. جاء ذلك خلال حفل تأبيني أقيم صباح اليوم بالمكلا بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش، حيث أشار المحافظ فيها إلى أن الفقيد باظفاري كان عنوانا للنجاح المهني ومن الكوادر التي نالت الشرف بالعمل في أعلى مراكز الدولة على مستوى حضرموت والوطن، ونضالات الفقيد الذي ارتبطت حياته بأسماء قيادات كبيرة والخدمات الجليلة التي قدمها للوطن خلال فترات تقلده مناصب متعددة. كما ألقيت خلال الحفل كلمات تطرقت جميعها لمحطات متفرقة من حياة الفقيد باظفاري ومسيرته المليئة بالإنجازات، بالإضافة إلى مرثية شعرية من الشاعر ناصر برشيد. هذا وتم توزيع إصدار خاص بمناسبة حفل التأبين تحت عنوان عمر فرج باظفاري القيمة والقامة. ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت في اجتماع لها استعدادات مؤسسة الكهرباء للصيف القادم بمدينة سيئون. وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بالوادي ومدراء إدارات مؤسسة الكهرباء إلى جهود فرع المؤسسة في مواجهة ارتفاع الأحمال في ظل حرارة الصيف المتزايدة التي تشهدها مناطق الوادي والصحراء في كل صيف، تفاديا للانطفاءات المتكررة. وأوضح مدير عام الكهرباء أن الأحمال المتوقعة بالصيف القادم قد تصل إلى 140 ميجاوات، فيما وصلت خلال الفترة الحالية بين 98 إلى 100 ميجاوات. وأكد الاجتماع على ترشيد المستفيدين في استهلاك التيار الكهربائي واتخاذ إجراءات رادعة بحق المشاركين في عملية الربط العشوائي. وأحال الاجتماع طلبات الحصول على التيار الكهربائي ببعض المناطق إلى اللجنة الفنية بالمؤسسة لتقديم مقترح للسلطة المحلية بهذا الخصوص. وافقت لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم على مقترح موازنة وحدات السلطة المحلية بالوادي والصحراء للعام المالي 2019 وإحالته للمكتب التنفيذي. وبلغت تقديرات الموازنة أكثر من 18 مليار ريال يمني، منها ما يقارب 17 مليار تقديرا للدعم المركزي الجاري، ويشمل الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، إلى جانب الإجمالي التقديري للموارد المالية وللموازنة البالغة نحو المليار. واستعرضت اللجنة في اجتماعها مسودة قرار يتضمن التزام الوحدات الإدارية ومكاتب المالية بالوحدات الإدارية بما هو معتمد من مشاريع ومخصصات في موازنة البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية، وعدم الصرف بالتجاوز عما هو معتمد ومخصص للسنة المالية. وأقرت اللجنة على تناسب المجازين دراسيا لنوعية التخصص وفقا للاحتياج الأساسي للواقع. نفذ وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب برئاسة السيد أحمد الجروان رئيس الاتحاد بمدينة المكلا زيارة تفقدية لعدد من المرافق الحكومية والحيوية بمرافقة فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، حيث زار الوفد ميناء المكلا ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، حيث اطلعوا على سير العمل بالميناء والمشاكل والمصاعب التي تواجه الطاقم العامل على إدارته، مناقشين سبل تذليلها واحتياجات الميناء
لرفع مستوى جاهزيته وأداء العمل فيه. كما توجه الوفد بعد ذلك لزيارة إذاعة المكلا الرسمية، وخلال الزيارة قدمت مدير الإذاعة فرح محمد للوفد شرحا كامل عن عمل الإذاعة والرسالة التي تقدمها للمواطنين كإذاعة رسمية موجهة للرأي العام المحلي وناطقة باسم الدولة والمواطن. واختتم الوفد جملة زيارته بالاطلاع على التشطيبات والمراحل النهائية بمدينة خليفة السكنية، حيث قدم المهندسون القائمون على المشروع شرحا وافي لمكوناته ومستعرضين التقنيات الحديثة التي حوتها تلك الوحدات السكنية. أطلق مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت مشروع برنامج متابعة الأثر للمعلمين والمعلمات المتعاقدين الذين انخرطوا في برامج التدريب والتأهيل النوعي بمراحله الأربع بدعم من محافظ حضرموت. جاء ذلك في اجتماع عقد بمكتب الوزارة بالمكلا، حيث أشار وكيل الوزارة مدير مكتب تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون إلى أهمية تنفيذ المشروع الذي سيكشف مدى الاستفادة المثلى من هذه الدورات وما تلاه من طرق التدريس وعمق المقررات الدراسية والأنشطة التدريبية داخل حجرات الدرس وقاعات المختبرات الذي نفذ على مدى 3 سنوات متتالية، مثمنا على الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر التربوية والتعليمية التي أسهمت في نجاح تنفيذ البرنامج التدريبي هذا. وتم في نهاية الاجتماع تقديم المقترحات والإضافات من قبل عدد من الحاضرين للاستمارات التقييمية للمعلمين والمعلمات التي تسهم في تحسين مستوى الأداء التدريسي. تفقد وكيل حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي اليوم بالمكلا إدارة شرطة السير بساحل حضرموت للإطلاع على نشاط الإدارة والمهام والأعمال التي تقوم بها. واستمع الوكيل العمودي من نائب إدارة شرطة السير بساحل حضرموت المقدم صلاح بن دويس إلى شرح عن طبيعة عمل الإدارة والمهام والأعمال التي تقوم بها في مجال تنظيم حركة سير السيارات ومراقبة الخطوط والطرقات وعمل اللوائح الإرشادية والتوعوية، بالإضافة إلى قيام شرطة السير بصرف رخصة قيادة السيارات وترسيم السيارات الجديدة في سجلات الإدارة، داعيا إدارة شرطة السير إلى ضرورة تفعيل الإيرادات المالية حسب اللوائح والقوانين لما من شأنه تحسين الخدمات وتأهيل كوادر المرور في مختلف المجالات، مشيدا بكافة الأعمال والمهام التي تنفذها إدارة السير في الترتيب والتنظيم للحركة اليومية للسيارات في المكلا. نظم صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بالمكلا لقاء بالسلطة المحلية ورؤساء الأحياء واللجان المجتمعية بمديرية المكلا، وذلك ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة بالتزامن مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني للبيئة. وأوضح المدير العام التنفيذي للصندوق المهندس فهمي بن شبراك الأعمال التي تبذل في جانب النظافة والتنسيق مع الجهات الحكومية لحل كثير من المشاكل المتعلقة بالنظافة لإعطاء بيئة صحية سليمة، مشيرا إلى نجاح النظافة أنه مرهون في الشراكة بين الصندوق والمجتمع، وحاثا على تعاون رؤساء الأحياء واللجان المجتمعية مع المراقبين بالإشراف على أعمال النظافة اليومية في مناطقهم وأحيائهم السكنية. وعبر رؤساء الأحياء واللجان المجتمعية عن ارتياحهم باللقاء، مستعرضين بعض الآراء والمقترحات التي تساعد على انتشال وضع النظافة وتحسينها في الفترة القادمة. أغلق مواطنون صباح اليوم الشارع العام بمنطقة الديس بمدينة المكلا احتجاجا على استمرار أزمة انعدام الغاز المنزلي، وطالب المحتجون السلطة المحلية بحضرموت بمعالجة إشكالية انعدام الغاز في المدينة بصورة عاجلة وسريعة كونها تعد ذات أهمية كبيرة في حياتهم اليومية، مشيرين إلى لجوء الكثير منهم إلى الحطب والفحم لطبخ قوت يومهم
ومناشدين بضرورة وضع حلول لمعالجة أزمة انعدام الغاز والتي قاربت على الشهر. التقى رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي المهندس فهد بعشن وفد نادي الخريجين بالمكلا التابع لمؤسسة حضرموت للتنمية البشرية برئاسة رئيس النادي المهندس سعيد باريان، وجرى باللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتأهيل الشباب الخريجين في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والهندسة الكيميائية والبترولية وغيرها من التخصصات المهنية والتقنية والفنية عبر أكاديمية الاختراع للتقنية والإبداع التابعة للمؤسسة. واستعرض رئيس مؤسسة حضرموت للاختراع الدورات والبرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية في مجالات التبريد والتكييف وكهرباء السيارات والتمديدات الكهربائية والصيانة ضمن برنامج الحياة عمل الذي تموله مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية في إطار الشراكة بين المؤسستين. بدأت بجمعية الهلال الأحمر اليمني بسيئون الدورة التنشيطية الثالثة في مجال الإسعافات الأولية لمتطوعي ومتطوعات الاستجابة السريعة للطوارئ بالجمعية بدعم وتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتستهدف الدورة 20 شابا وشابا من مديريات الوادي، إذ يتلقون خلالها على مدى 3 أيام معارف ومفاهيم علمية نظرية وتطبيقية في مجال الإسعافات الأولية من قبل مدربي الدورة عصام غيثان وطاهر محمد بن طاهر. وفي الافتتاح أوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر اليمني فرح حضرموت الدكتور مرتضى بن يحيى أن الهدف من الدورة تنشيط معلومات متطوعي الجمعية في مجال الإسعافات الأولية وإعداد الفرق واستعداداتها للاستجابة السريعة والطوارئ وإكسابهم مهارات ومفاهيم في طرق الإسعافات الأولية للمحافظة على حياة المصاب ومنع الإصابة من المضاعفات وتخفيف الألم سواء كان في وقت السلم أو الكوارث أو الحروب. اختتمت أعمال الندوة العلمية حول الشيخ سعيد بن محمد باعلي بعشن عالما وفقيها ومحققا، نظمها مركز حضرموت للدراسات والنشر والتوزيع برعاية كريمة من محافظ حضرموت. التفاصيل في سياق هذا التقرير. يعني آن الأوان، الآن لدينا جامعتان والثالثة في الطريق، ولدينا مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، ولدينا مركز دوعن، ولدينا مراكز كثر نقرأ عنها ونسمع عنها وتقوم بدور، ولكن آن الأوان أن تتشكل علاقة ما بين هذه المراكز العلمية والجامعات الحضرمية لكي تؤسس لقراءة حقيقية لتراث وتاريخ هؤلاء الأعلام وتراثنا الحضرمي أصلا. بهذه الكلمات التي أطلقها الأستاذ صالح حسين الفردي من مركز حضرموت للدراسات والنشر والتوزيع، اختتمت أعمال الندوة العلمية بعنوان الشيخ سعيد بن محمد باعلي باعشن عالما وفقيها ومحققا، التي نظمها دار حضرموت للدراسات والنشر والتوزيع، واحتضنتها قاعة نادي متطوعون بالمكلا برعاية كريمة من سيادة اللواء الركن فرج سلمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية. الندوة التي شارك فيها الحبيب العالم الفقيه مفتي الشافعية بمكة المكرمة عمر بن حامد الجيلاني وعدد من الأكاديميين والأساتذة من داخل الوطن وخارجه. أسأل الله أن يكثر من هذه اللقاءات ومن هذه التكريمات، وأن يبعث إن شاء الله في نفوس الناس حب العلم، في نفوس طلاب العلم الاجتهاد في تحصيله وتحقيقه. المكلا مقصد مقاصد واختلفت كثير في جانبها العلمي. وتمحورت الندوة في الأوراق البحثية والمداخلات والردود النهائية للباحثين، التي اختص المحور الأول للشيخ باعشن جهوده الدعوية، أما المحور الثاني بعنوان الجهود الفقهية والمنهجية للشيخ سعيد محمد باعشن. الندوة التي تخللت عدد من الفقرات الإنشادية من أداء المنشد محسن بن مخاشر
وكلمة لمدير دار حضرموت للدراسات والنشر والتوزيع للأستاذ سالم عبد الله بن سلمان رحب فيها بالحاضرين. كما تم عرض روبرتاج عن سيرة حياة الشيخ سعيد محمد بعشن، أما الختام فكان في الندوة بتكريم عدد من أسر الشخصيات في وادي دوعن وبعض من المشاركين بذروع تذكارية. لقناة المكلا فادي حقان. السيدة والسادة، بهذا التقرير نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة، وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يشيد بمناقب الراحل باظفاري ويصفه بعنوان النجاح المهني. لجنة الخطة والموازنة بوادي وصحراء حضرموت توافق على موازنة السنة المالية للعام الحالي. وفد من الاتحاد العام للخبراء العرب يزور المكلا ويتفقد عددا من المرافق الحكومية والحيوية. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته. إلى اللقاء.